عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد لا فيديو غادي نشوفو لا سيري نيميرو 1 ديال جيو ديناميك انترن، واللي شفنا الدرسين، الدرس الاول اللي هما لي مينيرو، درس الزاوج لي غوش اوندوجين او لي غوش ميتامورفيك. عندنا شي اسئله هنا ديال لي غوش ميتامورفيك، ولكن غادي نديرو الدرس ديالهم ابري هاد لا فيديو. الوغ نبداو على بركة الله باول اكزيرسيس. بروميير كاستيون، Alors, quelles sont les caractéristiques géométriques des différents systèmes cristallins naturels? Alors, qui m'a fait la vidéo ou la ouram qui est le polycope, la page 6, les 7 systèmes cristallins, bien les caractéristiques géométriques d'Alhom, ou tel asma ou rosom. Les caractéristiques ou l'asma. Alors, on va donner un autre système cristallin, c'est cubique, ou c'est base carré, face carré. Alors, c'est. Cubique, on a pas carré, face carré. Alors, on t'accroche le système ça où je les vois quadratique. On a base carrée, face rectangle, yani wajh mustatil ou qaïda murabba. Alors, on a c'est quadratique. C'est base carrée. Et face rectangle. انا فضلت انني ندير لا فيديو ديال لي تي دي على شكل على حساب هذا الشكل، احسن من الورقه يعني باش ما انكم ما تحسوش بالملل و ميم طون نخدموا كاملين. على قلنا اي فاس ريكتانجل، و لو ترويزيام سيستيم سي اورتورومبيك. Rhombique. Alors c'est base rectangle et face rectangle. Un dos, l'ouage dialo à la chkel mostatel ou le kaïda dialo kadelek à la chkel mostatel. Rosomat ramkin le polycope ou le vidéo l'ou ou les libra échauff. بالنسبة للرسومات فأنا ما غاديش نظن أنه غادي يعطينا في الإكزام، زعما أنا نرسمو ولا نقاش كياخدو بزاف ديال الوقت. ألوغ أو لو سيستام الرابع اللي هو مونوكلينيك، سي مونوكلينيك. ألوغ عندو باز ريكتانجل إي دو فاس ريكتانجل إي دو فاس باراليلوغرام. عندو قاعدة مستطيل وجوج ديال الاوجه مستطيل وجوج ديال الاوجه متوازيه الاضلاع. alors deux faces rectangle deux faces parallélogramme et base rectangle. et base rectangle Système rabe, alors très clinique, base et face parallélogramme, yani le wajh dialo ou le qaïda dialo, mutawaziyat l'adla. Très clinique. Alors, on a base et face parallélogramme. Face parallélogramme.
Alors, بالنسبة للسيستم السادس رومبويدريك، الوغ عندو باز افاس لونزاج، القاعدة ديالو والوجه ديالو على شكل معين. باز افاس، باز افيك اس، افاس لونزاج. قلنا كسميتو رودرومبيك رومبويدريك، رومبو ويدريك. الوغ بالنسبة للسيستم التالي والسابع اللي هو اكزاغونال، باز اكزاغونال فاس ريكتانجل، قاعدة سداسية أوجه ديالو على شكل مستطيل. الوغ اكزاغونال نو باز اكزاغونال فاس ريكتانجل. الوغ سي بون، حنا كملنا لا كيسيون الاولى. بالنسبه للرسومات يعني ما غاديش نقدر نرسم لكم هنا كل سيستم بوحدو، المهم هكذا غادي تكون. وحتى بالنسبه ل يعني الاجوبه نقدروا نديروهم هكا على شكل جدول ولا على شكل عارضات ولا اللي كان. الوغ بالنسبه لا كيسيون الزوجه، دايرنا لي مينيرو سوراج اون 8 برينسيبال كلاس، كلاس لي مينيرو سويفونت، يعني عطينا واحد لي مينيرو وحنا غادي نكلاسيوهم في داك لو طابلو اللي شفناه، يعني فيها 8 ديال لي كلاس، غادي نكلاسيو كل واحدة على حسب لا كلاس اللي غادي يدخل فيها. الوغ غادي نبداو مع اول مينيرال ام جي اس اي او 4. الوغ بما انه فيه اس اي او 4 غادي يدخل في لي سيليكات. ام جي 2 اس اي او 4. لو مينيرال الزوج ام جي اس اي او 3 حتى هو نفس الشيء، بما انه في اس اي او 3 الو غادي يدخل حتى هو في السيليكات. دونك ام جي اس اي او 3. لو مينيرال لي مورا كا اي اس اي او 8 حتى هو نفس الشيء، غادي حتى هو يدخل غير في السيليكات بما انه فيه اس اي O8. Alors on a K A I C S I 3 O8. Alors les minéraux, le minéral les mora Fe 3 O4. Alors بما انه فيه الاكسجين O4 غادي يدخل في الاوكسيد. بالنسبه لهاد لا زون تقدروا ديروا لي اوكسيد بوحدهم ولا هيدروكسيد بوحدهم ولا تجمعوهم غير كيف كيف. اف او 3 او 4. الوغ مينيرال لي مورا اف او 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 اش، الوغ بما انه في او اش في التالي يعني غادي يدخل في لي هيدروكسيد. الوغ قلنا اف او 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 اش. لو مينيرال لي مورا اف او سي اي او 3 حتى هنا عندنا SiO3 باردون SiO3، يعني حتى هنا عاوتاني SiO3 غادي يدخلوا في لي سيليكات. نو نو اف او اس اي او 3. هذاك لو مينيرال الثالث جا شويه طالع عليهم معليش. الوغ لو مينيرال لي مورا اف او اس 2، هذا بما انه فيه لو سوفر الوغ فين غادي تكلاصا؟ غادي تكلاصا في لو سلفور. سلفور هنا باعتبار ان فيه داك اس 2 في التالي. الوغ اف او اس 2. لو مينيرال لي موراه اس اي او 2 ا اي 2 او 3 حتى هو غادي تكلاصا في لي سيليكات بما انه فيه اس اي او 2. هنا لي سيليكات اغلبيه ديال لي مينيرال كيكونوا في لي سيليكات SI O2
AI2 O3. Le minéral est mora CaSO4 HO2. Alors, on dit trop les sulfates, mais maintenant on fait SO4. Alors, le minéral est mora MgSiO3. Alors, nous sommes qu'il y a SiO3, on dit trop les silicates. Alors, MgSiO3. Alors, le minéral est mora, BaCO4. Alors, maintenant, on fait CO4. Raditrolf sulfate. Alors, minéral est mora, Sa5, FpO4, 3. Alors, maintenant, on fait avec le PO4, raditrolf les phosphates. Naya. Alors, on a Ca5. FPO4. PO4, 3. Alors, le minéral est mora. FeSiO3. Alors, bima fi SiO3, gadi tkhol hatta huwa hnaya fi silicate. FeSiO3. Alors, le minéral est mora NaCl. Alors, maintenant, on fait des Ci, des trolls, les halogénures. Les halogénures, alors, NaCl. Ma gadiش نقدر نكتب لي مينيرال لي مينيرو كيما راهم مكتوبين على حساب عندي غير الكلافي ديال التليفون. الوغ لو مينيرال لي من موراه اس ا اف 2. الوغ نفس الشيء حتى هو غادي يدخل في لي الوجينور بما انه فيه ديك اف 2 هنايا. اس ا اف 2. Le minéral est mora Fe, Fe2, SiO4. Alors, bien maintenant, on va faire SiO4, ça va être le nom de la silicate. Ça va être mis en place. Fe2, SiO4. Alors, minéral est mora NaAiSi. 3O4 تا هو عاوتاني بما انه في Si3O8 الو تا هو غادي نديروه في لي سيليكات دونك ان ان ا اي اس اي او 8 اس اي 3O8 الو مينيرال تالي كن الو اف او Mg2SiO4. Alors, maintenant, on fait SiO4, ça va être trop les silicates. On dit tout, on a rien. On a rien le minéral qui est bien, mais il a mis le Fe. Mg. SiO4. الو صافي بحال هكا غادي نكونو كلاسينا كاع لي مينيرو اللي عندنا في ليكزيرسيس. كيسيون الثالثه قال لكم هذيك لا ليست اللي عطاونا في لا كيسيون 2 غادي نعزلو لهم واحد لا سيري مينيرال ايزومورف واحد لا سيري مينيرال بوليمورف. نبداو مع بوليمورف. كيسكو سا فو دير سيري بوليمورف؟ عندها واحد لا ميم كومبوزيسيون شيميك ولكن واحد سيستم كريستالا فاريابل متغير. بالنسبه لهذيك لا ليست عندنا جوج ديال الامثله. عندنا لا سيري الاولى لا سيري ديال ام جي اس اي او 3.
الوغ هذاك لو مينيرال الاول سي اون ستاتيت، وكاين واحد لو مينيرال زوج في هذيك لا ليست عاوتاني حتى هو ام جي اس اي او 3 ولكن ماشي اون ستاتيت، كلينون ستاتيت. الوغ هادو هاد جوج ديال لي مينيرو الا لاحظنا عند نفس لا كومبوزيسيون شيميك ولكن ماشي نفس لي مينيرو. كيفاش؟ يعني انهم عندهم نفس لا كومبوزيسيون شيميك ولكن ان سيستم كريستالون فاري. ليكزامبل زوج كان اف او SI O3. الوغ هاد لو مينيرال كاين في لا ليست سميتو لو فيروسيليت. كاين ان اوتر مينيرال حتى هو في لا ليست FESIO3 ولكن سميتو لو كلينو فيروسيليت. الوغ يعني هاد زوج ديال لي مينيرو عندهم لا ميم كومبوزيسيون شيميك ولكن واحد لو سيستم كريستالون فاريابل. الوغ كاين غير زوج ديال الامثله ديال لي سيري بوليمورف في ديك لا ليست. ونفوتو لي سيري ايزومورف. الوغ شنو كنعنيو بسيري ايزومورف؟ الوغ عندهم لو ميم سيستم كريستالان مي ان كومبوزيسيون شيميك فاريابل، العكس يعني شفناها في هادشي كاين في بوليكوب وكاين حتى في لا فيديو الاولى. الوغ غادي نشوفو ليكزامبل الاول ديال اون سيري ايزومورف. قبل ما نبداو غادي نشوفو واحد لا بتيت رومارك. الوغ بالنسبه لدوك لي سيري ايزومورف كتعطى لهم واحد السميات، مثلا سيري ايزومورف دو بي ريدوت، سيري ايزومورف دو بيروكسين. كي نديرو باش نسميو هاد السميات؟ الوغ بالنسبه لا سيري الا كان فيها اس اي او 4 غادي تسمى دي بيريدوت، الا كانت فيها اس اي او 3 بيروكسين، ولا كانت فيها اس اي 3 او 8 لو فيلسبات. الوغ اول اكزومبل غادي نشوفوه ديال لي سيري ايزومورف، قلنا ان لي سيري ايزومورف منين كيجيو؟ هي باغ لا سوبستيتيون اونتر لي زيليمون، يعني الاستبدال بين زيليمون شيميك. مثلا في هذا المثال الاول انا كتبته قبل ما نهضر عليه، عندنا ام جي اس اي او 3 وعندنا اف او اس اي او 3، يعني هذاك لو ام جي يستبدل بلو فيغ اف او. الو غادي يعطونا دي سيري اورتو بيروكسين. علاش قلنا لهم بيروكسين؟ باسكو كاين عندنا اس اي او 3 اورتو، باسكو لو سيستم ديال هاد لا سيري اي سيستم اورتو رومبيك. الوغ هذا هو المثال الاول. المثال الثاني عندنا ام جي 2 اس اي او 4، الوغ غادي تستبدل ويولي اف او ام جي اس اي او 4 وعاوتاني كيولي اف او باش يبقى يعني فيه غير لو فيغ. في الاول كان عندنا ام جي ودابا ولا عندنا غير الحديد فقط، الوغ غادي يكون فيه اف او 2 اس اي او 4. الوغ بما انه فيه لو اس اي او 4 الوغ غادي نقولو اون سيري دو بيريدوت. الوغ لو سيستم حنا هنايا حتى هو لو سيستم اورتو رومبيك. الوغ كاين المثال الزوج كنت هضرت عليه ولكن ما كانش مكتوب، الوغ هذاك هو. بالنسبه للمثال الثالث كاين في لو مينيرال كا اي اس اي 3 او 8، الوغ هذيك كا ا غادي تحول لنا وتستبدل ب ان ا، غادي تولي ان ا اي اس اي 3 او 8. الوغ هنا سميناها سيري دو فيلسبات باسكو عندنا اس اي 3 او 8. الوغ بالنسبه لواحد الملاحظه، لا سوبستيتيون كتتم اونتر لو ام جي دو بلس كيتبدلنا بلو فيغ اف او دو بلس، وبالنسبه لكا بلس كتبدلنا بان ا بلس. بالنسبه ليكزيرسيس 1 هنا كمل، كانوا هادو هما ثلاثه ديال الاسئله. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا ابوني ولايك باش يوصل لكم اي حاجه جديده. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله في ليكزيرسيس 2.